السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة شيوات جديدة مع سعيدة. رجعت لكم أخواتي من بعد غياب طويل. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نقدم لكم ثلاث وصفات اللي ما عندهمش علاقة بالطبخ. بحكم هاد الوقيتة اللي كندوزو دابا، وقيتة ديال البرد، الوليدات كلهم كيمرضو، كتلقى الوالدين تما كيتعادو من وليداتهم، تقريبا كلشي عندو نفس الأعراض. فان شاء الله قلت نقدم لكم وصفه اللي الحمد لله نفعتني ونفعت وليداتي. من بعد ملي كنديروا لهم الادويه وبزاف ديال الوصفات اللي بطبيعه الحال ما كيجيبوش معنا النتيجه، وحنا كيف كنعرفوا الوصفات الطبيعيه كيبغيو مداومه وكيبغيو اننا نستمروا. وانا دابا هاد الوصفات اللي غنعطيكم جربتهم وجربتهم على راسي وعلى وليداتي، كيف قلت لكم لقيت انهم جابوا لي نتيجه، فقررت انني بارطاجيهم معكم علاش لا كلشي يستافد. وطبيعه الحال الوصفه الاولى اللي غادي نعطيكم هي وصفه وقائيه، كانت قدمتها ديال خدي الدراري الصغار، سميتها دكتوره ايمان مخلوفي الله يجازيها بخير. اللي كنا فايت لينا كنديروها غير هي اضافه ديال الزنجبيل اللي اضفت للوصفه ديالتها، ما كنتش كنديرها، مي الصراحه البنه ديالتها ماشي خايبه، يعني زوينه حتى بالنسبه للدراري الصغار. البنه ديال السكنجبير كتجي بحال شويه السكنجبير طري بحال الليمون، يعني ملي كنذوقو كتعجبنا. ننتقلوا ان شاء الله للوصفات. كيف قلت لكم غنديروا هذه الوصفه الوقائيه، ومن بعد غنعطيكم وصفه علاجيه اللي نفعتني بزاف وسهله سهله، تقدروا تعطيوها لوليداتكم ابتداء من عمر السنه. اذا ننتقلوا للوصفات ديالنا. الوصفة كيف ما قلنا غادي نحتاجو ليها عرق اولا طرف من الزنجبيل طري، اللي كيكون طري كناخدو من هاد العطار. كناخدو ايضا العسل، خاص يكون عسل الحر. اللي بالنسبة لي ما عندوش العسل الحر يقدر سوا يدير عسل الليمون اولا يستغنى عليه. فصوص من الثوم طبيعة الحال، تين مجفف اولا الشريحة تكون بعد ما غسلناها ونشفناها. كناخدو زيت الزيتون اولا زيت البلديه، كنشدو دوك القطع ديال الشريحه كنحلوهم من الوسط، ومن بعد كنديرو وسط منهم داك الفص ديال الثوم. كنستمرو تنكملو جميع حبات ديال التين مجفف. من بعد كنكونو في الاثناء حطينا الماء يغلى في البرمه حيت غادي نفوروها. من بعد كنشدو الكسكاس كنحطو فيه الشريحة ديالتنا، ومن بعد كنخليوهم يفورو حتى نلقاو ديك التومة ديالتنا ولا ترطبة معجنة من الداخل. من بعد ديك الساعة باش كنحيدوهم كنخليوهم حتى يدفعو، من بعد أنا باش نخشيوهم في القرعة اللي غادي نستعملو فيها داك الخليط. أنا في هاد الأثناء حطيتها تفور، دابا غنجي باش نكمل بقية الوصفة. غنشد داك الزنجبيل الطري كنحيد ليه القشره ديالتو، من بعد غنحكو الحكاكه. عندكم جوج اختيارات، سواء غادي تقطعوا قطع صغيره، انا بالنسبه للدراري الصغار الا بغيتي تعطيوهم هذه الوصفه هذيك العسل اللي مخلط مع الزيت، تقدروا ما يبغيوش لكم الزنجبيل اللي كيكون محكوك بحال هكا. عندكم سواء غتحكوه في الحكاكه الغليظه، سواء تحطوا لهم قطع صغيره ملي تبغيو تعطيوهم من الخليط باش ما يتجبدش لكم الزنجبيل. إذا كان وليداتكم تبارك الله عندهم قابلية لأنهم كياكلوا لكم أي حاجة، فغادي تحكوهم بحال كيف ما درت أنايا. دابا غنمشيو نطلو على ديك الشريحة اللي حطيناها تفور، نتأكدو من النضج ديالها واش ولات رطبة ديك التومة اللي وسط الشريحة. أنا هكا بغيتها تكون، تأكدت أنها طابت مزيان. دابا غنحيدوها كيف قلت لكم حتى غادي يدفى، عاد من بعد غنحطوها في ديك القرعه ديال الزاج اللي غادي تكون معقمه من قبل. انا عندي قرعه بحال هكا كتسد مزيان، يعني ما كتدخلش النفس. نحط فيها دوك القطع ديال الشريحه اللي عندي، نستفوهم لداخل، ومن بعد غنضيف عليهم داك الزنجبيل اللي فايت ليا حكيتو. لكم كيف قلت لكم نتوما تقدروا تحطوا قطع هنا. من بعد ما خويتو غنزيد عليهم داك زيت الزيتون اللي غيغطي ليا ديك الشريحه اللي عندي، يعني دوك المكونات كاملين خاص يكون الخليط ديال زيت الزيتون والعسل مغطيهم ليا، يعني كيطفو فوق منهم. هنا كيف قلت لكم العسل من الافضل ديروا عسل الحر، اللي ما عندوش يدير عسل ديال الليمون
حتى هو راه كيصلح. وطبيعة الحال كيف قلت لكم اللي ما عندوش العسل نتو فورت المنزل ديالو يقدر يكتفي غير بزيت الزيتون، غير هو حنا عارفين ان العسل كيزيد يقوي المناعه اللي كتكون هابطه عندنا ملي كنكونوا مصابين بالزكام اولا كيكون ضربنا البرد. هاد الوصفه غزاله بزاف على البنات، خاصها تكون ديما عندنا في الدار، خصنا ديما نديروها، ما نتسناوش حتى يمرضوا لنا وليداتنا ونمرضوا حنا عارف شنو نقلبوا على العلاج. خاصنا نديروا الوقايه اللي غيوصلنا قبل ما نتسناو حتى المرض، وحنا عارفين ان هاد العصر اللي حنا فيه وهاد الوقت كل شيء مريض، كاين الفيروسات منتشرين، يعني بحال هذا الشيء كنقويو به المناعه ديالنا. دابا غنسد عليها بحال هكا، ملي غنبغيو نهزو بطبيعه الحال غنهزو من الداخل حتى لبرا، نبداو ندخلو المعلقه حتى نجبدو من العسل والزيت ونتناولو داك الخليط ديالنا. حنا اللي كبارين بطبيعه الحال نقدروا نتناولو ديك الشريحه بحال هكاك، بالنسبه للوليدات الصغار كنعطيوهم غير من الماده السائله اللي كاينه هي الزيت العود والعسل. دابا كنسدو عليها كنبقى نستعملها من الليل لليل، سواء الصباح قبل الفطور اللي اختاريتو نتوما. هي صافي هكذا وجدات عندنا الوصفه الوقائيه كيف قلنا. دابا غادي ندوزو للوصفه العلاجيه اللي سهله في التحضير. دابا غادي نشدو كميه من العسل اولا معلقه صغيره من العسل بالنسبه لنعطيكم الكميه اللي غادي نعطيو وليدات صغارين ابتداء من عمر سنه. كناخذو معلقه صغيره كنعصرو عليها شويه ديال الليمون وكنخلطوهم. طبيعة الحال الليمون هنا كنقصدو به الحامض، كنخلطوهم مزيان، كنعصرو عليهم عصره ديال الحامض كنخلطوهم مزيان. ومن بعد كناخذو كل ساعتين معلقة صغيرة كنعطيوها للوليدات كل ساعتين، كتقوي لهم المناعة وكتداويهم إلا كان فيهم الرواح ضربهم البرد، يعني كتنفع بزاف بزاف. حنا بالنسبة للكبار كناخدو معلقة كبيرة من هاد الخليط، وأنا إلا كان مشى ليا الصوت الصراحة هاد الوصفة نفعتني بزاف، أنا رجع ليا بدا كيرجع ليا شوية من بعد معاناة مع هاد البرد ديال هاد الأيامات. هاد الوصفة كتنفع بزاف في هاد الوقيتة كيف قلت لكم، سهلة بزاف يعني ما فيهاش تمارة. وانا بالنسبة للدري الصغير ما كيبغيش ياخذ ليا بالمعلقة، فكنشد هاد السراقة ديال السير وديجا كانت عندي كنعمرها وكنعطيها ليه. فهاد الطريقة كتجيني سهلة انني نعطيه بالمعلقة. هنا بالنسبة للوصفة الثالثة اللي بطبيعة الحال ماشي وصفة وانما مكون اللي سميتو اليانسون او النافع، اللي هو معروف بالفوائد ديالو، كيعاون على تنشيط المعدة وتسكين الألم ديالها، كيخلص الجسم من الاحتباس ديال السوائل الفائضة، كيطرد الغازات من الجهاز الهضمي، كيعالج مشكلة ديال عسر الهضم، كيطرد البلغم والتخفيف من حدة السعال، يعني كينفع لوقيتة البرد بزاف. من الأفضل يكون تواية من ضمن النظام الغذائي ديالنا، يكون كمشروب سواء في الصباح ولا بالليل. الوليدات الصغار نعطيو ليهم مع الحليب اللي ما كانش غيشربوه لينا بوحديتو. طريقه بطبيعه الحال ما خصناش نديروه يطيب في الماء مع الماء، خصنا نغليو الماء من بعد ما كنكونوا غسلنا داك النافع كنخويو ليه ما طيب وكنخليه يتلق فيه، حيت ملي كنحطوه يغلى مع الماء فوق من البوطه بطبيعه الحال كيفقد داك المنافع اللي كيكونوا فيه حيت كيطيب بزاف. من ضمن المنافع الاخرى اللي فيه بالنسبه للعيالات المرضعات كيساعد على ادرار الحليب، كيعالج السيلان ديال الانف والرشح والزكام. مغلى اليانسون بطبيعه الحال كيساهم في علاج نوبات الربو وامراض الجهاز التنفسي، كيخفف من الام الدوره الشهريه، كيعالج الارق واضطرابات النوم. صراحه كنصح كاع العيالات يدخلوا في المخبوزات والحلويات ديالهم اللي كيقوموا بالاعداد ديالها في المنزل. وصراحه هاد اليانسون كيف قلنا ما خصوش يخطانا في الدار، وشي حوايج كيكونوا عندنا وفي الثقافه المغربيه ديالتنا وكنساوهم ما بقيناش كنستعملوهم. اذا كانت هذه هي النهايه ديال الحلقه ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله نكون فدتكم ولو القليل. كيف قلت لكم كنتمنى تجربوا هاد الوصفات اللي درت حيت جربتهم مع دابا باش بارطاجيتهم معكم. ويا ربي تنزل العفو الوليدات الجميع الكبار والصغار ان شاء الله، وتهلاو في الصحه ديالكم وتهلاو في راسكم، والسلام عليكم.